شيخ أنا عندي قضية يعني مرة جدا يعني معورتني. أنا قضيتي قضية عقوق. أنا عندي ولد ضربني ضرب مبرح. ابنك؟ يا ابني ضربك؟ ايوه ضربني ضرب مبرح على لا ذنب. كيف يعني دخل ضربك؟ في شيء في كانت في مشكلة شيء لا يعني ما أبغى أذكر شيء ما يستحق أصلا أنه يرفع صوت علي أو يلومني فيه. فجأة أخذ الشبشب وضربني يا شيخ ضرب يعني خلاني أترجى وأطلبه أنه يفكني وأنه ينقذني يتركني. فاستمر في ضربي. كم عمره؟ بقول لك إياه عمره 24 سنة. جو أخوانه بيفكون المهم لما جو أخوانه قال لا أنا ما أضرب. المهم يا شيخ أنا ما أبغى يعني أدخل فيه تفاصيل لأن هذه القضية واجهتني ومألمتني. هذه القضية لها سنة. الولد أنا دعيت عليه رب ياخذ حقي آجلا وليس آجلا. ولا إله إلا الله رب العباد رحمن رحيم. استجاب لي رب العباد. ولد تدهور في حاله رجع ويتأسف ويتندم وصفحت عنه يا شيخ ورضيت عنه يا شيخ وأكملت حياتي معه يا شيخ. لكن موجعني الموقف. فكل مرة يحاول يرجع لشيء هو سواه بس ما عاد عنده قدرة يتمكن منه. خلاص أصبح مخبوص. الحين أنا بسؤالي يا شيخ تجيني حالات أرحم وأساعد وكل ما أعطاني الله من قوة ومن أمومة وتجيني حالات أكره لما أتذكر نفسي وأنا في بيتي في وسط بيتي هو يضربني بدون ذنب بدون شيء. تعبت شقيت ربيت تفرجت خرفت ونوصل بهالمرحلة تجينا حالات يا شيخ أقوم من نومي أموت سؤالي لك يا شيخ أنا كذا وش أسوي؟ أبغى أصفح وصفحت عنه وأرضى عنه ويرجع وأسامح تحب وأنا أسامح وأرجع أسامح وأرجع ويرجع. سؤالي يا شيخ كيف أسامح؟ كيف أنسى اللي هو سوا فيني؟ كيف أنسى؟ تخيل يا شيخ لما تمسك طفلك تضربه بشبشب أكرمك الله كثير شبشب وتضربه وكان يضربه كذا. أترجاه أنا أبلغ من العمر 54 سنة لكني بصحتي وقوتي وقدرتي وما شبت قاعد أربي فيه وأربي إخوانه بس ماني كافية يا شيخ. أقوم من النوم تجيني حالات أقوم من النوم فتكي يا شيخ. أقول يا رب لما أشوف حالته الحجارة اللي هو فيه المستقبلي أتذكرني داعي عليه وهذا خليه يتحقق في الدنيا لكن ما يعطيني فرصة يا شيخ إني أكمل في المسامحة. بس سؤالي وش أسوي يا شيخ؟ كيف أنسى؟ أبغى شيء ينسيني يا شيخ. وين والده؟ والده بتوفي. أنا أرملة بربيت وتعبت ما في شيء والله يا شيخ. لو يعني لو حكيت تحت الهواء انك تمسك راسك. هو يتعاطى شيء؟ لا ما يتعاطى. طب لو كان متعاطي ضربني وهو يعني ماخذ شيء بقول يعني بس بلتمس للعذر. لكن لا ساحت غلط. يجيني يقول لي ساحت غلط انت خلاص ساحت غلط خلاص انتي ليش ما لا يا شيخ يواقحني يقول لي ليش ما تنتين ماني قادرة يعني قادرة. انت الان سؤالك كيف انسى يا شيخ؟ ما هو معطيني فرصة يا شيخ انسى.
ما بيني يا شيخ فرصة، أنا لاجئ ربي حرمة صايمة قاعد، لاجئ ربي قوامة ليل، متحلق قلبي محب العباد واطلبها من ربي، بس تجرحني وتألمني وتنغرس فيني، بس سؤالي وش أعطيني طريقة الشيء تدلني على شيء. الله يا أم، يا أم بدر والله ما أعرف، يعني كل شيء يعني يطبطب إلا هذه الحالة، يعني حنا الأحيان الرجل موظف أو حد يمد يده ما نسامحه، فكيف في يوم ولدك؟ ولا عادة الأب والأم لما يبلغوا من الكبر عتية صعب يسامحون. دلالة هذا يعقوب عليه السلام لما جاء أبناؤه يا أبانا استغفر لنا، ما قال سأستغفر لكم ربي، قال سوف أستغفر لكم ربي، أجلها. قال بعض العلماء الأصل أن يقول سأستغفر لكم ربي، لكن قال سوف أستغفر، دل أن قلبه ما زال حزين لما فعلوه به، لأنه فقد ابنه 30 سنة وفقد بصره، هم ما ضربوه، هم حرموه، وما حدا ما قدر يسامحهم بسرعة. أنا لا أتصور أحد يضرب أمه يعني ويكون عاقلا، هذا بهيمة لكنه بمسلاخ بشر. استودعكم الله.